السلام عليكم شباب بنات، ياكم شعوركم، عساكم طيبين. رجعنا لكم فيديو جديد من القناة، وفي هالفيديو جايب لكم تحدي العشرة كرة بالخريطة الجديدة. هاي خمسة، هذن 10 نقاط بالخريطة الجديدة اللي فيك. ان شاء الله نقدر نجيب هاي الخريطة. واشكركم هواي هواي على الفيديو اللي قدمتوه والدعم، يعني كلش مو خرافي بالفيديو الفات. هسه نزل فيديو جديد اليوم، يعني كنت منزله من البارحة، النت ما ادري ضعيف، ما ادري صار باليوتيوب، يمكن اجى تحديث باليوتيوب اذا لاحظت هالشي، فما نزل فيديو. صباح قعدت الصبح اليوم، صبحت الصبح قعدت الصبح اليوم لقيت الفيديو استوى من شو، فسامحوني شباب الاسبوع الكم، يعني خاف ما نشرت البارحة، هو نشرت بس يعني ما نشر اليوم، نشر صورت بعد واحدة وراح نشره، هو غادي تشوفونه. ننزل كيم ونحاول نجيب العشرة كل، ترى والله سهلة يعني 10 كل، بس لين خريطة صغيرة. اي يا جماعة، رقم 2 سوسو. رقم 4 شنو هذا الاسم؟ محمد زطح. زطح ولو وقع. سنسيطر. وين الناس؟ شكرا نزلت بعيد. لا والله راح يبوك الله. واقف هنا هسه جايك. وهنا اكل لاعب موجود، بقى بس 9، قصدي 8. نزلوا هنا هواي، شو ماكو بس 2. شكرا حسب التحدي بسرعة. صوت منه. جيت جيت. هذا لاعب.
شباب لاعب بوت هو ايزي. يطلع سكوات خلنا نشيله كله. شنو هاللون؟ اي وياك وانا وياك ياتني ياتني عندي تحدي بدي اسويه اقتل 10. اي بعدين خليني اي خليك عادي. اوكي عوف لي البوتات وذولا. يلا متفقين. لا نزل هنا على اول تسجون البوتا على الريح. شتاء طب بيتي صدق وين المحترفين طبعا. والله كاف علي باللحظة الأخيرة. شنو هذا؟ ما في دارو يا شباب. راح نروح نروح ناخذ سيارة. الاحتراف كله يعني يمي وكاتو ذن يا رقم واحد للمكناس. شباب لحد الآن اثنينكم رقم واحد يا مكناس.
لا والله كل شيء ما في، بس جاي ادور على هاي اسمه الفورمة ساهم. جبتك الفزعة جتك. نعم شباب، أنا نهيت الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك.